طب انت بتسمع كلام خليل؟ يا سلام. انت لما بتقول له ست بيقعد فعلا. شاطر شاطر. ما شاء الله بقت 100 مية. ايوه. شاطر يا سعد. سعد سعد يحيى سعد. حتى دي اللي لايقك انت كمان. لا ده هينطحهم شوية شوية يكبر بس كده. وهو دلوقتي وهو خارج من عند مامته وبتاع بقى خلاص الامور بالنسبه له بقت عادي. انا خارج العب مع زيكو وانزو. مروان بقت عاوز تاكل. عايز ايه؟ عاوز تاكل قبل ما يجيبوا برميل. لا مشواركم قبل ما يجيبوا البرميل هيطول. انا كده كده عشان هنقل العجلتين لوحديهم. ايوه. احط لهم ميه في ايه؟ ايوه. اقول لهم اطلعوا اشربوا تاني ولا بعد كده ارجعكم. ماشي يا سيد. انا كل ما قلت له لا هم هيطولوا قال لي اه. قلت له خلاص. يا بس هو اعجب بموضوع الخرفان. يلا يا سعد تعالى اجري هنا. طبعا مصطفى مكرره في المشوار عشان ايه؟ اه طبعا اكيد عشان الاكل وال. بس سيد بيتهيألي هيعرف يتصرف في المواضيع دي. سيد عنده عجول وعنده خرفان وماسك ثلاث مزارع ممارسه. عجول وخرفان برضه. تمام. فمش فارقه معاه بيروح بيعجز وياخد بعضه ويمشي ويطلع على مزرعه. ايوه ايوه. لكن مصطفى كده الحاجه بتزيد عليه. اها. عايز يخف. اه طبعا. يخف. بتزيد ومفيش. هي ما هي خلاص كده دنيتك. مفهوم. حاجه زادت حاجه قلت هي بقت مزرعتك انت تعمل ايه؟ مفهوم. الستة مش ملاحظ ان الواد زيكو عايز يلعب مع سعد بشكل غير طبيعي؟ ده هو محترم نفسه عشان انا قاعد بس. ايده تقيله. ايده تقيله قوي. غبي يعني ما بيعملش زي انزو. انزو بيلعب بالراحه. ده الصبح نط جوه. زيكو عندهم؟ قبل الباب الحديد كده وفتح لهم الاثنين. يا نهار ابيض. وداخل بقى عليك بصيت لي ايه الخرفان بتجري. ببص لقيته جوه عندهم. دخلت منين يا فقري؟ رجلينا نخليها لنفسينا. ايدك للاكل يا حبيبي. ايوه. ما هياش علشان تلعب بيها مع الاستاذ سعد. سعد ده لسه. سعد دلوقتي عنده كام يوم؟ سعد دلوقتي عنده 15 يوم. 15 يوم؟ ما شاء الله.